وبالختام عندي كلام، أيام قليلة باقية وينتهي عام كامل من الحرب على غزة، عام شهدنا به أحداث متلاحقة خلت المنطقة على حافة الهاوية عسكريا وسياسيا وحتى اقتصاديا، وبلدنا مو بمعزل عن كل اللي دا يحدث، وممكن يكون ساحة أساسية من ساحات المواجهة وتصفية الحسابات. كلمتي لكل من يملك سلطة الحسم بهذا البلد، لا تنسحبوا خلف عواطفكم ولا تحولون بلدنا المبتلى إلى ساحة تصفية حسابات. نعم نتضامن مع غزة، واجبنا مساعدة أهلها، نحتج وندين ونبذل جهد بكل الوسائل لوقف العدوان الغاشم عليها، ولكن ابعدونا عن الأزمات والاستقطابات. بين الشجاعة والموت المجاني خصلة، فكونوا شجعان باتخاذ خطوات جنب الوطن مشكلة الانزلاق بالمواجهة، وخلوا في بالكم بأن الحروب دائما تكون بداياتها خطوة خاطئة أو سوء بتقييم المواقف من مجموعة أشخاص، ولكن نهاياتها مؤسفة على شعب بالكامل. تصبحون على وطن آمن بعيد عن نزاعات التحالفات. في أمان الله.